دلوقتي احنا هنشرح الشنطه اسمعها بنفسك احنا بنعمل فيها ايه. اول حاجه احنا بنستخدم بنعلم الناس السيدات ازاي يستخدموا الحاجات اللي ما عندهم عشان يعملوا حاجات بنفسهم، يتعلموا ازاي يعملوا حاجات بنفسهم. مثلا احنا عندنا التيشيرت دوت، في تيشيرت اهو قماشته جميله وناعمه وحلوه قوي. ازاي نستخدمه؟ احنا بس لما نيجي نقطع من الجناب بتاعته ونفتحه، كميه القماش اللي بنطلعها منه كبيره جدا. بصوا قد ايه، وده الكم وده الكم التاني. بس بنفتحه، بس بنعمل ايه؟ ان احنا بنفتحه بنستغل كل قطعه قماش منه عشان نقدر نعمل منه ونستفيد منه ونعمله حاجه تانية. التيشيرت ده قديم مبقع، بس هو اهم حاجه ان هو يكون نظيف والقماشه بتاعته تكون مناسبه للاستخدام بتاعه. احنا بنعلم الناس يعملوا منه ايه؟ بيعملوا منه حاجات كتير جدا. يعني مثلا في تيشيرت هنا اهو احنا مخططين عليه اصلا عشان نشوف، بس فتحنا الاكمام بتاعته من الناحيه دي ومن الناحيه دي ورسمنا عليه بقوالب. ازاي رسمنا عليه؟ عشان نعلم الناس انت ازاي بتقدروا تستفيدي بكام قطعه. تعالوا نعد كام قطعه كمان، الظهر لسه ما عملناهوش، فاحنا عندنا استغلال كويس جدا للخامات بتاعتنا، نقدر نستخدمها استخدام اخر من غير ما نكلفهم اي حاجه. وطبعا الخامات المختلفه، يعني مثلا زي الفوطه دي هي ممكن تكون مبقعه مكان صبغه او حنه او شاي او قهوه او كركديه دلق عليها اي حاجه، بس هي نظيفه بس مبقعه، فانا مش هستخدمها بالطريقه دي. فكمان ازاي بقصقصها واستفيد منها من غير ما اخسرها، لان الخامه بتاعتها كويسه جدا. في اختيارات مختلفة جدا، اختيارات مختلفة، وطبعا بنختار المواد بطريقة مناسبة. ازاي كمان نستخدم الحاجات المحيطة لينا في السوق؟ يعني دي مثلا ستارة وتكلفتها قد ايه ونقصقصها ازاي عشان نقدر نستخدمها بعد كده في الحاجة اللي احنا بنشرحها للناس. كمان بنعلمهم ازاي يختاروا الخامات بتاعتهم. اوكي، يعني مثلا ازاي بيعملوا من الفايل دوت، ازاي يعملوا منه قوالب او يعملوا منه زي باترون عشان يستفيدوا بيه. الباترون ده بجيبه ازاي؟ بجيب دي كده واخد المقاس بتاعها اول مره، وبعد كده يبقى عندي الباترون ده بستخدمه كتير جدا، مرات كتير قوي. فازاي ابص لكل حاجه حواليا كانها فرصه، وبعد الباترون ده بروح اقصقص حاجات مختلفه جدا من خامات مختلفه جدا حواليا، بقدر اعملها واقدر استخدم حاجات كتير جدا مختلفه حواليا بطريقه تريحني وتناسبني. كمان زي ما احنا استخدمنا دي الستاره دي اهي، بنوريهم ازاي بيستخدموها. كمان ازاي اقدر احافظ عليها عشان ما تتبهدلش مني، فده كويس جدا ان هم يتعلموا ازاي اعمل الحاجه، ازاي كمان احافظ عليها. كمان انه في حاجات مش كويسه في السوق مش بتناسبني، مش في غلط ان انا اتعلم من التجربه والاقي حاجه مش كويسه فاعمل عليها علامه ان دي ما تناسبنيش. حاجه تانية مهمه انه انا بستخدم برضو الحاجات اللي زي كده، بس ازاي بستعملها؟ ان انا بس دي مش في نفس الجلسه بس في جلسه تانية، ازاي بعمل باترون عشان اقدر اعمل منه من نفس الباترون ده، ازاي بقدر اعلم الستات ازاي يعملوا الاندروير بتاعهم الخاص بيهم بالمقاس اللي يناسبهم، يكونوا بيستخدموه بمنتهى الاريحيه، حاجه هم عملوها في البيت من ملابس قبل كده، ملابس عندهم، ويكون مريح ومناسب للمقاس اللي هم عايزينه. كمان ازاي بعمل بختبر الحاجات دي عشان اتاكد ان هي امنه وسليمه، ازاي بنضفها وازاي بهتم بيها، وكمان في الاختيارات الكتير اللي حواليا، وازاي بستفيد من كل حاجه موجوده حواليا عشان اقدر اعمل حاجه تناسبني. شكرا.